السلام عليكم. عليكم السلام. شو مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. استاذ زيد، شو بس عندي سؤال. تفضل. في تطبيق في السعوديه هنا، تطبيق جمعيه، يعني تدخل تشارك مع ناس في جمعيه وبعد ولهم رسوم. نعم، ياخذ منك رسوم. وبعد يعني مثلا لو 10 أسماء ب1000 ريال، بياخذ منك رسوم حسب الدور اللي بتستلم فيه. لو بتستلم اول واحد ممكن ياخذ 1000 ريال رسوم، بنسميها رسوم، يعني رسوم اداريه وكده. جزاك الله خير محمد السمخاوي. الذي تقول حرام ولا فيها ربا؟ يعني فيها شبهه. والله احنا دخلنا في متاهه ما لهاش لازمه ابدا. طبعا فيها شبهه، فيها اكثر من شبهه. الجمعيات العاديه بين الناس لا باس، واحد صالح يجلس، يا جماعه كل واحد يدفع في الشهر 1000 جنيه، واحنا 20، ياخذهم واحد منا ونتناوب الادوار بالقرعه، لا باس بذلك. اما الذي يفعل، انت الان انت هتستلم الدور الاول تدفع فلوس للدور الثاني، دخلنا في القرض الذي جرى نفعا.